الصلاة، الصلاة يا شباب، الصلاة يا عباد الله. مهما أذنبت، مهما كان ذنبك، لا تتهاون بالصلاة، لأن الذنوب كلها في كفة والصلاة في كفة. الصلاة خط أحمر، الصلاة تركها كفر، المعصية معصية، الصلاة تركها كفر. الصلاة هي الباب الأعظم إلى الله، الباب الأعظم إلى الله، باب المغفرة، باب الرحمة، باب الفلاح. المنادي كل يوم ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. الفلاح مقرون بماذا؟ بالصلاة. الله تعالى قال لنبيه: واسجد واقترب. كل ما سجدت ووضعت رأسك على التراب تقترب من الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إلى ما هنالك، الصلاة يا عباد الله من أعظم المثبتات.